السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدجز منور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. طبعا النهارده يا جماعه حلقتنا من قلب الغيه بتاعتنا، لسه لحد دلوقتي ما طلقناش الحمام. تمام، لسه الحمام طبعا احنا قافلين الشبكه زي ما انتم شايفين. تمام، طبعا برضه لسه بنظبط شويه، فاضل لنا حاجات بسيطه. بدانا ان احنا نعرف مين واخد مين، بدانا ان احنا نعدل الحاجات ديت، في حاجات احنا قفلنا عليها وفي حاجات لسه مفتوحه. بدا في حمام ياخد بعضه ويعشش، طبعا انواع مختلفه ما تنفعش ما تصلحش ان هي تكون مع بعض. في هنبدا نجمع العبسي لوحده وهنبدا نجمع الحاجات دي لوحديها. تمام، كمان هنشوف الانواع اللي ناقصه ايه والحاجات اللي ناقصه ايه ونبدا نكملها. تربيه الحمام يا جماعه من التربيه الجميله جدا، ومن نوع الطيور اللي هو اغلب الناس بتحبه. الحمام يصلح في التربيه كزينه، ويصلح في التربيه كرعايه، مثلا ان انت تاكل منه وتشرب منه طبعا، وكمان متاح ان انت تبيعه وتشتري فيه. الحمام احنا ممكن تربيه لسبب ان انت تعمل من وراه مشروع، وممكن تربيه في البيت عندك، ممكن كمان ان انت تستعمله كاكل وك ان انت يعني يكون حاجه قوت للبيت كمان، وكمان ممكن تستعمله كزينه في المكان. في حمام معروف للزينه، وفي حمام معروف للتربيه كتجاره، وفي حمام اللي هو زي الحمام الفلاحي او الحمام البلدي، ده للاكل وبنستعمله في البيت ان احنا ناكل منه وبندبح منه وبنبدا ناكل منه. طبعا الحمام باغلبيته محبوب، لان طبعا معروف ان الحمام من طيور السلام، ومعروف ان الشكل بتاعه كمان في المكان يعني ما فيهوش حرمانيه، ما فيهوش اي مشاكل ولا اي ضرر على المكان اللي انت مربيه فيه. ناس كتير بتخاف من تربيه الحمام، لان بنربيه اول ما يكبر عندي بيضيع مني وبيطير بعيد وما بنعرفش نجيبه تاني، يبقى انا كده خسرت فلوسي. لكن لو انت مشيت صح على نظام اي مبتدئ، في مبتدئين كتير فاهمين ازاي يوقفوا الحمام، مش هنقول لك واحد صاحب غيه او واحد عنده اوضه كبيره او حمام كتير يعرفك ان انت توقفه ازاي. الحمام يا جماعه اللي انتم شايفينه دلوقتي احنا نقلنا من مكان لمكان تاني خالص، يعني الموضوع ممكن يكون فيه سفر كمان. تمام، ممكن دلوقتي لو فتحنا الشبكه دي كل الحمام اللي انتم شايفينه ده هيرجع للمكان القديم تاني. هنبدا بعد كده اللي احنا هنعمله عشان نثبت الحمام ده، زي ما انتم شايفين بنحبس كل جزء مع بعضه خاص ببعضه، كل الزغاليل اللي هتطلع منهم هنرميها في الارضيه، وهنبدا نفتح الشبكه دي يطلع الحمام منها يطير بالنسبه للزغاليل الصغيره. بعد كده هنبدا نفتح على الكبير جوز جوز، يعني هنبدا نطيره مع اولاده، مش هنطيره لوحده خالص علشان ما يبداش يتلخفن. في الفتره اللي احنا سايبين الحمام فيها كده والشبكه مقفوله بالشكل ده، طبعا الحمام بياخد باله من المكان وبيلاحظ المكان، وكمان بيعين الاصوات اللي في المكان هنا، وبيعين الجو وريحه الجو اللي في المكان هنا، يبدا الحمام بكده يتعود. اول ما نبدا نفتح الحمام ما يصحش ان انت تيجي في وسط النهار تيجي طالع فجاه الغيه بتاعتك مكركب الدنيا ملعبك الدنيا، سيب الحمام ياخد راحته، عود نفسك تطلع بالليل ما تطلعش بالنهار علشان الحمام ما يطيرش يروح في مكان هو مختلف فيه. في الفترة دي بيبدأ مع تعليم الحمام يا جماعة، يبدأ يطلع يتنطط على سقف الغية. لو انت طلعت فجأة وحمامة راحت مكان هي لسه ما عرفتوش بتتوه وما ترجعش، ما تعرفش ترجع المكان ده تاني، فلازم انت تسيب الحمام ياخد راحته خالص وتفتح الشبكة دي من بالليل وتسيبها لحد تاني يوم بالليل مفتوحة، الحمام ياخد راحته يطلع ينزل الكلام ده كله واحدة واحدة. أهم حاجة تكون حاطط الأكل ومكتر الأكل في الأرضية علشان الحمام ما يروحش منك. بالطريقة دي هتبدأ تعود حمامك على المكان، وهتتابع معاه دايما، وهتهتم باكله وتهتم بغذاءه. الجو كل ما يكون هواء وكل ما يكون مكشوف كل ما يكون افضليه لصحه الحمام. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم وتحيات لكل الناس المشتركه. دي كانت حلقتنا النهارده في الغيه، يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم. ومعلش يا جماعه ان احنا ساعات بنتاخر عليكم في الحلقات، تحياتي للجميع. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتابعوا معانا حلقاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.